شو مالك؟ إذا شفت صارت شتوية كمان؟ شتوية كمان؟ برد يا زلمة الدنيا، مش شايف الثلج برا، برد. شو برد؟ رجيت برد. لا برضه أنا بشرب شاي كمان سخن. شو بتسوي؟ شو هذا اللي حاطه برجلك؟ شو حاطه؟ هدول مو جرابين هدول؟ جرابينك شو تحل عني هلا وقتك؟ أعطيني حرام. شو كل كم جرابين بس شو هذا؟ كل هذا؟ كل الجرابين ايش هذه يا زلمة؟ ماتشي شو هذا؟ ليش لابس الجرابين هاي؟ ليش لابسهم؟ شو ليش لابسهم؟ بدي احرقهم انا بعدين، كيف بدي البسهم بعدين؟ لبستي كمان اثنين ثلاث ثلاث، ليش لابس الجرابين هاي كلها يا زلمة؟ برد. طب ليش لابسهم؟ ليش فكيتهم؟ ليش انت لابسهم؟ لاني بردان، بلبس جرابين شو ليش؟ هيك يعني بده فيك الجرابين؟ طبعا كل ما لبست زيادة بدفع. اكيد من وين جبت المعلومة هاي؟ اعطيني بستين ثلاثة دفع حالي فيهم. طب شو رأيك تطفي شوي؟ تطفي شوي خليني احكي هالمعلومة للناس. أكل معلومة من الناس. طب نام شوي، دفي حالك، هلا بدفيك أنا، تمام؟ استنى شوي، استنى. هاي هيك منيح؟ هاي بضفيك بطنك. هاي هون منيح؟ دفى. بين عيني البردان. خليني أحكي لكم شغلة، هلا موضوع الكثير من الناس بفكر إذا أنت دفيت الأقدام تبعتك بتدفى أكثر. هلا هو الاقدام زي ما احنا بنعرف كسيرفيس اريا او كمساحه في الجسم كتير كبيره، يعني خصوصا الناس الاقدام هم كبيره، فبالتالي فيها كتير من الشعيرات الدمويه والاوعيه الدمويه، هاي بتستجيب للحراره اللي برا، فالجسم بيقدر يتحكم فيها بطريقه منيحه انه يعملها كونستريكشن. يعني اذا انت بدك تخسر حراره، يعني اذا انت عندك حراره عاليه في جسمك بتتوسع الشرايين، بس تتوسع الشرايين الدم بمشي بهالشرايين هاي وبفقد الجسم الحرارة عن طريق الأقدام والوجه والإيدين. ولكن إذا أنت بردان بتلاحظ أنه دائما الأطراف تبعتك بتكون باردة وما بيكون فيها دم كتير، عشان شو الجسم بيسوي؟ عن طريق الأعصاب طبعا والشرايين الموجودة عند أبو التك هون تنقبض هيك، فبالتالي بتلاقي كمية. خليني أوقفك عشان نعرف نجرى حديث أنا وياك. إيش كونستريكشن حكيت؟ كونستريكشن يعني بكون في انقباض في الشرايين، فكمية الدم اللي بتروح للشرايين هون بتكون قليلة بحيث الجسم ما يفقد حرارة، فعشان هيك بتلاقي بأيام البرد الكتيرة بتلاقي الأطراف ممكن تكون شوي مائلة على البياض أو الزراق، لأنه كمية الدم اللي بتروح لإلها قليلة، ولما تكون أنت كتير حميان بتلاقي الدورة الدموية عالية جدا، فالجسم بيقدر يتحكم في انه يخسر حرارة او يكسب الحرارة عن طريق الاقدام وعن طريق الاطراف وعن طريق الاوعية الدموية. هلا نيجي لموضوع ابو التك، انه هل فعلا اني انا اذا لبست جرابين اكثر؟ خليني اكمل. طيب يا زلمة شو بتطلب كل شيء يا بي؟ من وين جابوك انت؟ استيراد من وين انت؟ بعدين بحكي لك. طيب خلص. هلا هل الجرابين بتعمل هذا الحكي؟ هلا هل اني انا بلبس جرابين كثير بتاثر؟ على الاغلب لا ما بتاثر، او اكيد ما بتاثر. ليش؟ لانه ممكن الشعور عندنا في البروده او الحراره يتغير اذا لبسنا الجرابين، ولكن اذا بتطلع على الكور بادي تمبريتشر، هلا بدك تحكي لي شو الكور بادي تمبريتشر؟ وهي الحراره الداخليه للجسم، ما بتتاثر سواء لبسنا جرابين او ما لبسنا جرابين يا ابو التك. يعني معلومتك غلط. معلومتك غلط وانا بدي جرابيني، بدي اروح اعقبهم. بدي اروح خليك انا جرابيني، بدي جرابين وخليك جرابين هذول. من وين جايبهم هذول؟ والله ما نعرف من وين جايبهم. anyway فعادي البسوا جرابين، البسوا هذا، دفوا حالك، ولكن الحراره تبعتك مش راح تتاثر اذا انت لبست جرابين او ما لبست الجرابين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهالمعلومه هاي، وان شاء الله حضرتك استفدت بهالمعلومه. اكيد استفادوا. انت هلا بشرح لك الجرابين الثاني. والله خلص بعدين نتابع معاكم فقرات الاطباء السبعه، خليكم معنا.